مرحبا يا حلوين احنا متابعين. انا اليوم جايب لكم حفل كتير حلو، بس المقدم تبع المقدمه عمو سماره. تفضل سماره. طيب ماشي، مساء الخير لكم جميعا. اليوم راح تعيشوا معنا جو جديد وحياه جديده مع اليوتيوبر الفنان حبيبنا علوش. حنكون اليوم بحفل فرح حبيبنا وصديقنا العزيز عريس محي. يلا نشوف الحفله. يلا عليك يا سمارة. Yeah.
جميل وفرحتين يا رب الله يديم الفرحة يا رب يا روحي. كنا بنقول لك ألف مبروك. حاب تقول كلمة للجمهور المتابعين. شكرا كثير وشكرا لحضورك عم معلوش لحضور الناس الطيبة اللي شاركتنا اليوم فرحتي. تمام. وللناس اللي ما قدرت تصلني بظل الوضع اللي احنا فيه وضع كورونا. اكيد احنا بغزة. وان شاء الله ضيافتك دائما تكون عامل الافراح والمسرات يا رب. عقبال عند مين يا محيي؟ عقبال عند ماجد وسمارة. عقبال عند كل الشباب العزبية. ان شاء الله يا رب. عقبال عند صاحب هذا اللي جنبي. صاحب ان شاء الله. قريبا جدا يعني. صاحب عقبال ما نشوفه في ملاعب اسبانيا وملاعب برشلونة يعني. يعني ان شاء الله يا رب. تأملوا خيرا تجدوه. فكل الحب لكم من عمو عنوش. اكيد عليكم باللايك والشير وايش سبسكرايب ما لهمش عليها يعني مش تبعون يوتيوبر يا عم. كل الحب لكم حبيبي.